السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كلشي هو هذاك. مرحبا بكم معنا في لوك جديد. المهم توحشتكم بزاف، وانتم تكونوا توحشوني. دابا نتوما كتشوفوا هذا الفيديو تقولي راني واش من غبره واش من غبره، غبرتي علينا. ما انا طلعت عليكم مره اخرى. المهم صراحه في الخدمه والجديد ان شاء الله كنوجد لكم شي حوايج زوين غادي نشاركوهم معكم. غير خليكم على القرص. المهم كنهضر معكم غير بشويه. سامي والياس ويانيس باقي ناعسين، دابا تقريبا راه 8 للروب. نط شويه بكري قبل ما ينوضوا الوليدات كنصور لكم. راكم عارفين انفو كيف يانيس ما كنقدرش نصور لكم على خاطر خاطري، سورتو هكا نجلس نهضر معكم بهذه الطريقه. المهم كما شفتوا البنات في اول ديال الفيديو كنشقق الراس ديالي في واحد الزويزه اللي طبيعيه 100%. الناس اللي متبعيني في الانستغرام غادي يكونوا عارفين هاد الشقيقه هذه، والناس المهم ديال اليوتيوب ما كنشاركهاش معكم بزاف. داكشي اش كنقول لكم خليكم دائما في الانستغرام، حيت راه فريمون كنشارك معكم بزاف ديال الحوايج ما كيقدنش الوقت اللي غادي نديرهم لكم هكا في فيديو ونمونطي، مي كنحاول نحط لكم مره هكا فيديو نطلع لكم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الانستغرام. كما شفتوا البنات شعري صراحه كاين واحد الفرق كبير الحمد لله طوال ليا، وصافي قلت نخليه طوال رجع كيف ما كان شحال هادي. راه كانت عندي كاغي هنايا كان العمق ديالي كيبان عريان الا تفكرت شحال هادي. تقول لي راني شنو كديري؟ ها وقت هذا 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 هو السر ديال رانيا ديال شعرها. هاد لاكامه البنات ديال شرق كوسميتيك صراحه انا البنات زوينه بزاف. اي وحده كتعاني من تساقط ديال الشعر، عندها تقصف ديال الشعر او شعرها كيعجز، هذا هو الحل. هذا البنات فيه مجموعه من الزيوت الطبيعيه في نفس الوقيته كتعالجو لك من الجدر، ماشي غير كتحبس لك التساقط، كتعالج لك حتى الشعر ديالك الا كان محروق. المهم انا صراحه انا البنات شعري راه فيه لماش، ولكن الحمد لله دابا راه ما فيه لا بغوشينغ لا والو. ها نتوما وكتبان لكم الزغبه مطلوقه، راه باقي فيها داكشي شويه المهم شفتو غير شي شويه حيت ما بغيتش صوت ديال شي شويه يتسمع في البيوتا. اي وحده كتقلب على الحل النهائي، شي حاجه زوينه وطبيعيه عليك بلا كام ديال شرق كوسميتيك 100% ناتوريل. وحاجه اخرى البنات، حاجه اللي عجبتني عن شرق كوسميتيك، بعض المرات كنكون ما فيا ليش شعري داير البنات هاد السبراي كابيلار، هذا البنات واخا يكون شعرك ما غتغسليه ما حتى شي حاجه، غير كترشيه بهاد الطريقه وكتخلي شعرك كينشف، ما كتحتاجي لا تغسليه لا حتى شي حاجه. هذه الحاجه اللي عجبتني. الوغ اي وحده كتعجز بعض المرات على لا دوش، حيت بعض المرات البنات ما كنقولش لكم ما كيكونش عندنا الوقت انه ندخلو نشقو شعرنا ونخليوه مده 30 دقيقه وعاد ندخلو ندوشو. راه هي الحاجه اللي كتخلينا نهملو الشعر ديالنا. حاجه زوينه، الحاجه الزوينه في هاد لاكام هادي ديال شروق كوزميتيك درت لكم هاد السبراي هادي، تسالي لا دوش ديالك وكل شيء وتمشطي شعرك ورشيها وخلي شعرك ينشف ما عنده ما يوقع. حاجه البنات اللي هي الشامبوان ديال شروق كوزميتيك سون بارابين سون سولفات، هذا كيصلح ليك الا كنتي تدايره حتى الكيراتين دايره لي سون، ما تخافيش نهائيا حيت كاينين لي شامبوان اللي كيحيدوا لي سون من الشعر. هذا البنات يصلح لكم حيت سون سولفات سون بارابين او او ميم طون اونتي شوت. الا كنتو عندكم مشاكل ديال الشعر كنصحكم، الا عندكم مشاكل ديال الشعر ديالكم، الا شعركم كيعجز ما كيبغيش نهائيا نوض عندكم لا شوت، خذوا هاد لاكام هادي واستعملوها، استعملوا الزيت مره حتى جوج مرات في السيمانه وكونوا اكيدين غتلقاو النتيجه، وانا هو خير دليل. ها نتوما شعري كان كاري، شوفوا دابا راه فات الكتاف ديالي، ها نتوما الحمد لله. المهم دابا خليكم معايا نفيق سي الياس وشويه نيس الى فاق، وغادي نمشيو عند خالتي باش اليوم ان شاء الله غادي نديروا معاه شي شهيوات. يلا خليكم معنا. السلام عليكم المتتبعين ديالنا المغاربه ديالنا فين ما كانوا، صحابنا وحبابنا وجيراننا، عواشركم مبروكه، واليوم النصف سيدنا رمضان، الله يعيدو عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي بكل ما كتمناو. وها نتوما معنا وناقصه كامل بلاصتك ما كايناش معنا، الله يجيبك على خير امين. وعواشر مبروكه على الجميع، على المغاربه وعلى وليداتي وعلى بنيتي وعلى اخوتي وصحابي والعائله، كل شيء اللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها له يا ربي. والعادات ديال المغرب راه نتوما عارفينها، اللي تيدير الكسكسو اللي تيدير المدوسه، كل واحد وعلاش قد كيدير،
واليوم ها هما يا ما يمكنش يدوز رمضان علينا خالتي هما ما طيبش ليهم شي حاجه. ضروري ضروري ديروا لهم شي شهيوه من الشهيوات ديالك. اييه ضروري. مرحبا. شنو غادي نطيبوا خالتي اليوم؟ ان شاء الله غنديروا رغيفات معمرين ديال الفران، وغنديروا الملوي ديال الفران، ونشوف عاوتاني شنو اخرى باقي نفكر. قول لي نفكروا شنو غنديروا ان شاء الله يا ربي. وهما معنا داكشي اللي كتب الله غنوجدوا، راه غيكونوا معنا حاضرين ويقبلوا علينا ويسمحوا لينا. عواشركم مبروكه. يلا دابا معنا الكوزينه وشوفوا انا شنو غادي نديروا ان شاء الله. الوقت دابا راه كيطير. وياك ديال التبجات هي وقفه في الكوزينه من دابا وانت واقفه حتى هي. يلا هم معنا البنات، شوفوا شنو غادي نصايبوا لكم اليوم، غادي نوريكم كلشي ان شاء الله في التصوير.